القذف السريع ومرض الشك. اشنو معنى هذه القضيه؟ هذه يعني هذه حاله مهمه ديال واحد المراجع اللي طبعا يعني سنوات هو متزوج، وخلال داك السنوات دائما عنده مشكل ديال القذف السريع. يعني هنايا فوق ما مثلا تيجي احيانا في القذف السريع، تيقدر يكون القذف قبل يعني العلاج، او لا تيقدر يكون القذف يعني مع العلاج. يلاه تيدخل الرجل هنا عندئذ راه يقذف، انت المشكل يعني ملي تيقذف صلات على النبي، يعني بحال الماتش في سد، واخا داك الرجل مثلا يجيب الشهوه ديالو، المراه كما اشرنا يعني 99% طبعا غيطلع لها الزعف، ما راه تجيب لها شهوه لا حتى شي حاجه. ولذلك هنايا من بعد صلات على النبي تتكره هي داك العلاقه، ورا تقوم داك العلاقه للرجل فقط التلبيه ديالو، صافي تقول له يلا يعني دير الواجب وصلات على النبي. اما في العمق هي ما عندها لا رغبه لا حتى شي حاجه، ويمكن صلات على النبي راه تصدم وما تبقى عندها لا رغبه ربما طول الحياه ديالها، وما تعرفش كاع اشنو معنات الرغبه او لا الشهوه الجنسيه. ولكن ملي تيكون الرجل مثلا عنده الشك، يعني ملي تيكون الرجل مثلا عنده الشك وراجل مشكاك ومنوي مثلا، يعني تيعتقد دائما، ورا درنا واحد الفيديو خاص على هاد القضيه هادي ديال واحد السيد اللي كاع راجل بغا كاع يقتل الزوجه ديالو ويقتل الوالد ديالو نظرا اللي عنده مرض الشك. فطبعا يعني ملي تيكون الشك مثلا، تيكون راجل يعني تيتغانل مع المراه بزاف، تيدابز معاها انتينا فاسده انتينا كذا انتينا ما تصلحش انتينا سميتو، وتيشك في اي شيء. يعني يقدر يشك مثلا ان مثلا يعني البارح درت شي علاقه مثلا، او لا كاع المال اللي تيخرج منها ماشي ديالو، او لا يعني داك المال اللي تيخرج منها يعني الماني ديال شي واحد واحد اخر. وهنا داك الشك هذاك داك الصراعات راه تخلق لها يعني راه تخلق له هو يعني انعدام الرغبه، هي انعدام الرغبه وهو انعدام الرغبه. والا كان الرجل مثلا عنده قذف سريع وكان داك الصراعات بين الرجل والمراه والدبازات وكذا وسميتو، اذا هنايا يعني تتولي يعني داك الرغبه تتقلال. وفعوض ما يديرها الراجل مثلا نحسبوا نوبه في الاسبوع او لا جوج، على حسب الرغبه ديالك ولا حسب القوه ديالك، هنا راه يتباعد داك العلاقات. ومن تتباعد يعني داك العلاقات راه يبقى يدير نوبه في الشهر، نوبه في 15 يوم، ملي راه يجي يقرب لها عاوتاني راه يقذف اسرع واسرع، وراه تزيد الامور يعني تتعقد. واحد القضيه مهمه بالمناسبه لهذا الموضوع هذا هو على ان ملي تيكون مثلا الرجل باغي يدير علاقه جنسيه، يعني اولا الرجل تيخرج منه واحد الماء، لان بزاف ديال الرجال ما تيفهموش هذه القضيه، وبزاف ديال العيالات تيخرج منه واحد الماء الاول تيكون بيض، هذاك الماء تيتسمى المدي ماشي الماني، المدي هناك الماني هناك المدي هناك البول كل حاجه، هناك القيح، القيح بوحدو الماني بوحدو، والمدي هو اللي تيكون تيسبق يعني العلاقه الجنسيه يعني العلاج. علاش؟ داك الرجل تينتج داك الماء هذاك تيتسمى المدي، والمراه كذلك تتنتج حتى هي واحد الماء، يعني ملي تتكون باغيه المراه وكذا تتنتج حتى هي المهبل ديالها، تيكون فيه واحد لا سيكريسيون واحد السائل باش يتسهل العلاج. يعني الا كانت المراه مثلا ناشفه وانت ناشف، ملي راه يكون العلاج راه يعطيها الالم، يعطيها سكون ابيل لا ديسبوغني. اذا هذه القضيه يعني مهمه ديال ملي تيكون القذف السريع مثلا وعاد استراحات، والرجال مثلا اولا مشاكل، نحسبوا داك الرجل عنده مشاكل، عنده مشاكل ماديه معنويه كذا سميتو، اولا عنده اكتئاب الرغبه تتقل، وهنايا فعوض انه ما يقوم داك العلاقات مع الزوجه ديالو شويه متقاربين راه يبعد، وكل ما بعدتي كل ما راه تقذف بسرعه. اذا يعني بعد نوبة الانسان داك الشك تيخليك يعني تعتقد اعتقادات باطله ما عندها حتى اساس من الصحه واساس من العلم. داكشي باش على فسرت في هذا الفيديو على ان يعني خلال العلاقه الجنسيه هناك واحد الماء تيخرج سائل من الرحم ديال من الفرج ديال المهبل ديال المراه، وهناك واحد الماء كذلك او لا سائل تيخرج تيسمى المدي، تيكون بيض وتيلصق شي شويه حتى هو، ولكن ماشي هو المني، وهذا السائل يعني فقط باش يسهل يعني العلاج، ماشي معناته ان ذاك الماء راه مني سواء عند الرجل او عند المراه. اذا كان هو هذا المقصود ديال العلاقه بين القذف السريع
والعلاقة ملي تكون الصراعات الزوجية لها أسباب مثلا عدة، سواء مشاكل ديال الشك أو مشاكل أخرى، هنا تتنعدم يعني الرغبة تماما وتتقل يعني ذاك الرغبة، وتتولي العلاقات الجنسية مثلا بعيدة، وتولي القذف سريع أكثر وأكثر. شكرا لكم إذن على المتابعة ديالكم، تمنى تشاركونا في فيسبوك دكتور بنيشو، يوتيوب دكتور بنيشو، انستغرام دكتور بنيشو. موعدنا كل يوم الاثنين على الساعة 10 بالليل إن شاء الله، ونقوم يعني بفحوصات عن طريق الواتساب 06 64 00 95 50 06 64 00 95 50. وشكرا لكم.